يقول لو كان هناك فرصة لداعية سلفي أن يتكلم ويدعو الناس إلى الحق في مكان معروف للحزبيين أو لمكان من أهل البدع كمساجدهم أو مراكزهم، فهل ينبغي أن يأخذ الفرصة ويتكلم؟ يا أخي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المشركين في تجمعاتهم ويدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى التوحيد. اذهب إليهم وادعهم، ادعهم إلى الحق وإلى السنة وإلى منهج السلف الصالح، ولك الأجر في هذا، ولعل الله أن يهديهم أو يهدي بعضهم.